كمدة وحيابها تصهي الغلو في التكفير والخارجية كمدة أرمد التكفير كي غلوه وشافك سمعين يكم مغلا هذا عنك أو كيري شيخ عمر فاروق مركو كهلي شيخو إرجابو قلي يبابك كهلي وحو شيخو يري هدي أن هوبي لها إنو عقل جيسو تشوغ مركو هذا الكا كهلي هدان هوبي لها أن هوبصن لها وحبا إلى ما أهاتين إنان قالي سيو شيخ عمر فاروق حبا إلى ما طيب كهذا الكا وحسان كهلي شيخ عمر فاروق صوك إيدي مركو كهلا يبوري إنه كل عي رجاء يوحى لمتة قد يدا هذا كورنا قريبا كسوة المامي هذا نوحى من كدي من بين دول مرينا إن شاء الله تعالى قد يدا السيد الأوجي هاي أما طلبة العلم أكور قبان شيخ عمر فاروق رحمة الله تعالى عليه ما لا بدن يفريه بدن بان عرضي يسكت دفاع عني يودد كحد قذبي أما وحن جرين كشيء وحان يقعدنا هذا اللي هو أذانينا ولبا مسألة لبدا مسألة قيب بان صوت المامي مر عن شيخك إذا إنه وافقي جهمية في مسألة مركو شيخك الله يي من كفر بالله من بعد إيمانه إيو مسألة إلا بعد أهيد إسلام كا لقب حكرا اختيارا لغنص ونغنكرا ومسألة فرنوية سوى الشيخ ودلي شدي آيات دي سورة الكهف وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من يما عموم بفائدة سابر هل كاسو شيخ الله مري ديل كاسو صاري تاسنا وحي دبتها قنايد كقايب قال وشيخ قايب قال يشير وين ولو وقفت السعود كحلقة أساقة كاذو كره يا بي وليلا وحي لين كموسى قايب قلنا ومن مالين با لوية الأذية وعلوم أهانا ومن لو الرمي المهم آثارتي شركة أخرى بقيبة كمدة أي تاني أهيد بعلماء قاركود ليهين رجع سيدة المامين الشيخ محمد الشيخ عثمان بكمدة أهم فرقين وكت المامي شيك استبان نقطة لبدا قد يود بمركة ليقو إذا مدة هوري هدي واقن لون قن كره ماشي يكون جرتيبة لون لابن كره نقول بنا وارك كره أو شيخ حولي الروح إلى أوقستين وقالوبه ودين تنو كبح إلى أني يستو أوقستو اعتقادي وما قالوبه تنقل لها دواب مسألة آدي أقول لبضان ومصيبة وحقبنا أوسنجرين حتى إسكدة عدك له جهمية غير كذا وح إسلام شكتو قبه ما أوجره قضية ضع يضع لما هذا إسلام بأن لقو ترين يبن موية قضية داس أيضو وحاون كلية اللي هو إذا محاوي محابط وغشان قرسي تكفير وأه هديش عمر فاروق أنكو كالصونة هاي مان كيس يمير كيس أمو عقلي يسون لما يسترين أنكو كالصونة اختلال أسنجرين وأن تكفيرين لها لكن تكفير ما هي محام تكفيرين أينين مانع بان مالين هيا أظن بالمانع هذا الكانو يتاجر قاعدي منهج أنكو سو سعدو أها روح أضو قال لما كودعو حق أن أد مالين يسوين عدور دار ليه أما أد هبطو هي لما تكفيرين كرو هدي آد هبسطو إنو سن مانع لهين نوالا تكفيرين هدي من نماء لأغي ما مانع باجرا مسمى جرانا ومسالي الرقان نكود دقال لما منو وحان جرين ليو تيري قد يدى شيخ مركو وحيد تاقير إساء وهذا أي حوجين إساء بمنهجية دي ينظام كأن كسعوني لكن شيخ إنو بحوجي لذي أهيد محيو تكفيرين واي اللي منهج كيسو إنا عندنا اللوع يردارين باي أهيد محيو تكفيرين واي إنو ده هي أهيد لكن شيخ إنو دريما لغا يابا إنا يسبرون هيا وذاتكم الله تكفيرين يا قالما إنو كرد عاي أو الله تلمامي يا وحا اللو تكفيرين عريما هسا إسقبان واي كدب كربو شيخ واقا بحي وان اوه إذا يوم كدب محيو نقطي صمالي إنو اسكو ديرو أما اللي اسكو كعشي كسو قبا قبودي جواز الارتداد عن الدين احد قبا مجرى الروح مير كيسين مان كيسو قبا عالم اما ان مسلم ويجاهدنا وان لغو تكفيرين هوشا ايضا عددكي خاص كاي ان لصوم مريد قرن ايسان بمويين بل وذا دا وحي ليهن مسألة دا المسألة حتى عدور دار او قلم ماء مسألة عدور دار قلو ماء او وحي مرين هيان عدور دار كان اكراها كاهين بانك هالينا او وحي مرين هيان باب كي الهي سبحانه وتعالى ان لعايو لا افلقات دي خالقك ابوري اما صوبانه
لأنه صب الرسول أو صب الله سبحانه وتعالى عذر دار مقالة هاي جهلية إيمان كابان كأسحين مركه ربا توحيد كيبا وانا أسحين عمل القلبي ويكوها وشكو حرانتا هاي هدان عمل القلبي لقاه لنا مسلم بمتهد قد يدى مركا أن صوق قابيو رن منهج كيبا يتاقريسا رن كاللي يقول إيضاين يوحون نقنكرا محابا نيون علوماء أذ أترى هدوسا عذر دار اللهين او عقلي سي ان تونسين وحقاري اما الدوايا اللي ما هكا انت اما الدقه هكا انت وانت هكا بمحا امرتي دحان لي تاسي دمر ووضقن علمو من عالم الدين الان اي كتومين اما قال لما كور دعي اي تونسين اني دهان دانا عذر دار اوغين وان تكفرن لهين علم ابا قبطبا الامام ابو محمد بن حزم رحمة الله تعالى عليه يو حكو الرمي احنافت اخطاء دينيقا اه بمعنى مسائل خلاف في قائل لسكوها يقايبا كم يدبقات وإيدي وحسو قوريي وانا جرتائنا يقبان وابو حنيفة اويري قيل النيفة قيل هديقة إن لحلاكيو وإشعار لغو سمييو وميشا ديقة لغد الله عشو أما لغسرو كدبنا ديقة كدر لغترو ومثلو لابو حنيفة مثلو وصورة بدليد نبيونا نهى عن المثلة النيفة لسرو دي كداتو هولاس دينتو مقبتو إبراهيم النخعي بأقوه ريو لسوقر شاء لكن أشو أبو ابن حزم حوليها فلا يعلم أحد من أهل الإسلام قال بهذا قبل أبي حنيفة ولولا المشهور من جهله بالسنن لأخرج بهذا عن الإسلام بوري هدان أوسن أبو حنيفة جاهل أين السنن كموسى نقول قياس كي يفكر كي أولها سئيو كتاب القرآن كي وكفي عنها لكن سنوين كأي أحاديث اللوريو لنا حديث يربو أها وحأوجي يينو ده إشعار كيها لكن تام مثلا والسنة بقود روح أوجي والجهل بالسنة والأخبار والأحاديث وحول ولولا المشهور من جهله بالسنة لأخرج بهذا عن الإسلام إذ نصب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التمثيل بالحيوان ولكن جهل يعذر به صاحبه خير من علم يوبقه ونعوذ بالله من كليهما به مركا أبو حنيفة شو عمر فاروق كيف أعلس عائلة قضية ده هذا وحوايا ولا دم مقارنين لي إن حزم إن كان إمام كا ومضى إسلام كشيء قد كأبا يتابع سنه ومضى الدنيا ما أنت جوك إسلام شيء قد يأجو عيدا بدن مذاهب تأفرتا أحناف حنفية أوجد ضد بدن كذب شافعية صور عدم مهم مالكية كحك تالس كهيا حنا بلا أقول ضدير إنك استوبريها عندما أنت يبطروك هيلان يدولد هيلان أي بلادنا يفرعمين وحتى الصومال يسوق قاعدين وحتى وددان أنه كم شرقات أي مذهب كحنب حنبلي قفافية هدنا مذهب كاس بأضد بضن شيخ حليم مركا ابن حزم هادو صلى أبو حنيفة جاهل وصنها بالأخبار والسنن دين تنكسر لنا قلب ونقول لهم حي نبي محمد وحوتيري شيئا بنانين وحاران ومحي المثلة التمثيل بالحيوان وحلو الله بنقرا نقلك أصدقاء كتابك الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس مجلد كصدحات صفحة كون لباتني شديد مركان هو صدق وحن له شيخ عمر فاروق متكفرين وحنا كما شيخين خلط كالدين إذا وقليبا تلمامي وانا وعدور داري انتا كبضا ننك كيرانا وان روحو قستئيرو أحد كلا النباء موهفري انتا سنك قتك هيا انبضا نواهو شاس وانت تلمامي